إزارة مشات وجات، إزارة مشات وجات، والحالة هي هي، والحالة هي هي، وإزارة مشات وجات، وإزارة مشات وجات، والحالة هي هي، والحالة هي هي. النضال والصمود، النضال والصمود، حقنا سيعود، حقنا سيعود، جودة فينا هي والتدبير فينا هو. جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي لباها عموم المبرزات والمبرزين على الصعيد الوطني من مختلف المدن المغربية، جاءوا إلى الرباط احتجاجا على تملص الوزارة من اتفاق 19 أبريل 2011. هذا الاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات، الذي من أهم مخرجاته وهو إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، التي هذه الفئة التي عانت لأكثر من 3 عقود بغياب أي نظام يؤثر عملها في مواقع اشتغالها. يعني كما كتعرفوا الأستاذ المبرز يشتغل في مختلف مواقع، في الثانويات، في الأقسام التحضيرية، في البي تي اس، وكذلك في السيراميا، في المراكز الجهوية لمهن التربية، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. جاءت هذه الوقفة احتجاجا على الوزارة، لأنه كانت من بداية هذه السنة كانت هناك الاحتجاجات يعني تصعيدية أو لا تدريجيا، كانت هناك وقفات على مستوى المقرات العمل، كانت هناك يعني الإضرابات وطنية، لكن استمرار الوزارة في تملص مطالب الحقيقية للمبرزين كان لابد على التنسيقية أن تنزل إلى أمام الوزارة وتحتج عليها وتذكرها بمطالبها الأساسية، وهي إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، كذلك الاعتراف بشهادة تبريز لتخول حاملها استكمال الدراسة في سلك الدكتوراه، كذلك تعيين عموم المبرزات والمبرزين في الأسلاك ما بعد البكالوريا. وهذا المطلب هذا ليس اعتباطا، لأن الأسر المبرز كيتعين كيقضي 7 سنوات من التكوين بعد البكالوريا، ويتم تعيينه في السلك الثانوي، في حين ان السلك الثانوي يشتغل به استاذ قضى فقط 4 سنوات بعد البكالوريا. وبالتالي كنلاحظوا هناك واحد سوء تدبير او الحكامه، عدم سوء في حكامه تدبير الموارد البشريه داخل هذه الوزاره، وكذلك هدر للكفاءات الوطنيه داخل الوزاره. كذلك هناك مطلب ديال تحييد ساعات العمل، فلا يعقل ان الاستاذ المبرز يشتغل تقريبا يعني كاين اللي كيوصل حتى 18 ساعه، كاين اللي عدد ساعات 21 ساعه، ليس هناك اطار يحدد عدد ساعات العمل للاستاذ. بالتالي كنطالبوا كما تم يعني هناك يعني في الاتفاق مع النقابات ان تحديد ساعات العمل في 12 ساعه. كذلك كنطالبوا الوزاره، لانه لا يعقل ان الاستاذ المبرز تعويضاته تبقت يعني مجمدة وهزيلة، بالتالي كنطالبوا بالرفع من قيمة ديال التعويضات. هناك حيف آخر يعاني منه المبرزات والمبرزين على الصعيد الوطني، الفئة الوحيدة التي تترقى مرة واحدة في مسارها المهني عكس باقي الفئات التي تترقى مرة ومرتين، وهذا يعد ظلم وحيف في حق المبرزات والمبرزين داخل هذا الوطن الحبيب. بصفتي كمبرز ومن أقدم الأعضاء في السكرتارية الوطنية، هذا الملف اللي عشنا معه أزمات منذ بدايته، منذ 93 حيث بان واحد البصيص، ولحد الساعة ما زلنا كنعيشوا بصيص. والأغرب من هذا أن كاين اتفاق اللي توقع بين الوزارة والحركة النقابية آنذاك في 19 أبريل 2011، واللي حاورنا فيه وكان من بين أهم النقاط دياله إحداث إطار تاع أستاذ مبرز، إحداث هيئة التبريز مع رقم استدلالي عند دخول الهيئة تاع التبريز تبدأ من 509 بالنسبة للأساتذة الجدد، مع الإقرار بأربع درجات للترقي. الآن تم الانقلاب على هذا الاتفاق هذا، واللي مازلنا كنعيشوا المآسي الى حد الساعه، الاهمال تاع الملف هذا، واللي لا استجابه للوزاره الى الان. الا حاجه كنسجلوها، كنسجلوا ما يلي:
هو أن المطالبة بمهام جديدة خارج القانون في غياب أي إنصاف، في غياب أي قانون. مطلب ديالنا الوحيد لحد الساعة هو العودة إلى اتفاق 19 أبريل مع الإتمام ديال الحوار من حيث توقفه وتجويده، لأن هذا أزمة اللي زادت استمرت وزادت كتعكر الجو، وإحنا راه ماشي هوة إضراب أو شيء من هذا القبيل، لا، نحن أمام مسؤولية، وهذه المسؤولية اللي مقتسمة بيننا وبين الدولة، راه الوزارة كوصية هكذا راه خاصها تعرف ما لها وما عليها. إذن إلا كنا كإطار وكنا كتكوين وكنا كجا تكمل فيه القانون، الإطار كاينو، لا التكوين كاينو، القانون ما كاينش، وهذا بالتالي اللي غادي يكون المصير ديالو لا يحمد عقباه على التبريز مستقبلا وعلى كل ما يتعلق بالتبريز. الآن إلا جينا هكذا كل شيء يعاني، لا تكوين، لا 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 كاع المواقع تاع التكوين فين كنشاركوا، وبالتالي المطالبة بحل الأزمة طبقا لاتفاق 19 أبريل مع إتمامه وتجويده، وشكرا لكم. هنا اليوم جينا هنا لهذا الوقفة باش نحتجوا على الوزارة على ملف اللي غيب منذ 30 سنة ولم يلتفت إليه يوما ما. نحن هنا ندين الوزارة وكذلك الوزارة التي بدأت تستعمل الشطط في على الأستاذ المبرز بتكليفه بمهام إضافية دون تواجدها بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. فالأستاذ كذلك وجهت له مجموعة من الاستفسارات وبعض الإعذارات التي نعتبرها خارج القانون. نحن أساتذة مبرزين تملصت لنا الوزارة عن اتفاق اللي هو اتفاق 19 أبريل 2011. فهناك اتفاق مبدئي في الأخير تملصت الوزارة من هذا الاتفاق. نحن كذلك أمام استمرار الوزارة الوصية في حرمان الأساتذة المبرزين فوجي 2018 و2019 من أجور 4 أشهر. أمام تعيينات تعسفية للأساتذة المبرزين بالسلك الثانوي التأهيلي وما يتعرض له من تضييق وهضم للحقوق في ظل تأويلات إدارية مزاجية للقانون. أمام الهجمة البائسة من قبل بعض المديريات الإقليمية على الأساتذة المبرزين العاملين من الأقسام التحضيرية عبر تنبيهات واستفسارات كما سبق الذكر غير قانونية واتهامات باطلة بالتقصير المهني والضرب في كفاءة المبرزين، على العلم بأن الأساتذة المبرزين في جميع أنحاء الوطن وبجميع المراكز أنهم أعطوا النقاط للإدارة ولكن عبر شكل ورقي وكذلك نسخة إلكترونية، وهما يمتعنون عن إدخال النقاط في البوابة لأن الطريقة التي استعملتها الوزارة تعتبر مكلفة للجهد والوقت. لذلك نحن لا نرفض هذا التعامل، ولكن بما أنه مجهود إضافي ومهمة إضافية فنحن نطالب بتعويض عن هذه المهام التي فرضتها علينا الوزارة كما قلت سابقا بدون أن توضح بشكل واضح في القانون الأساسي ديال 2003.